المعرض الدولي الرابع للنفط والغاز والصخر الزيتي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأكرم. المعرض الرابع لأبرز المشاركين الرئيسيين في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وتقنيات الحفر والنفط والغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الرابع إلى الخامس نوفمبر 2013 في فندق المريديان عمان من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً. الدعوة عامة. للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالمنظمين ليمس جوردان هاتف 06-553-9091.